السلام عليكم قبل حوالي ستة شهور في أكتوبر 2018 عندما يتم الإعلان عن جوائز نوبل كانت لأول مرة منذ 55 سنة حصلت امرأة دونا ستريكلاند ستريك التي هي كندية على جائزة نوبل مناصفة مع شخصين واحد منهم أمريكي واحد منهم فرنسي وكان حدثاً لأن كانت هذه فقط ثالث مرة تحصل فيها امرأة على جائزة نوبل في الفيزياء قبلها كانت ماريا غوبرت ماير سنه 1963 وقبلها اول واحده ماري كوري المعروفه سنه 1903 يعني مشكله هكذا او اشكال ان النساء لا يحصلن على جائزه نوبل كثيرا خاصه في العلوم ثانيا لكن في نفس الاسبوع اعلنت ايضا جائزه نوبل في الكيمياء وحصلت عليها ايضا امراه مع رجلين فرانسيس ارنولد وهي امريكيه وكانت خامس مره فقط في الكيمياء تحصل فيها ج... امراه على جائزه نوبل ليس لوحدها ولكن مناصفه مع اخرين في نفس الاسبوع يعني للغرابه قدم باحث ايطالي فيزيائي محاضره في سيرن في مجمع سيرن الذي هو في جنيف المسرع الكبير المعروف قدم عرضا في ورشه او ملتقى كان حول الرجال والنساء، يعني الجنس والعلوم، يعني ما هو دور النساء؟ نشاطهن، هل هناك تمييز بالنسبة للنساء إلى آخره، وقال هذا الباحث الإيطالي قدم بيانات هكذا وعرضها ويعني حدثت ضجة رهيبة جدا حتى تم إقصاؤه ومنعه من المشاركة في سن إلى قال النساء أه لسنا فقط غير مضطهدات يعني ليس هناك تمييز قال بل بالعكس اذا قارنا انتاج النساء في العلوم من حيث الابحاث من حيث النشاطات التجارب الاختراعات الى نجد انه اقل بكثير مما يقوم به الرجال ولكن في المقابل نجد انهن يحصلن يعني على دعم كبير جدا واشهار كبير جدا دعوات لمؤتمرات جوائز الى اخره فقال يعني انتم تقولون ان النساء في العلوم لا يشاركنا كثيرا ولا يقدمنا بالمستوى المطلوب ولكن في الحقيقه ان انتاجهن ضعيف وان ما يتم تقديمه لهن من مساعدات وجوائز وغير ذلك يعني معكوس قامت ضجه كما قلت وبدا الناس ينظرون في الارقام وفي العوامل المختلفه هل هناك فعلا فروق بين الرجال والنساء مثلا أنا عدت إلى عدد النساء أو نسبة النساء في الأكاديميات العلمية الكبرى، يعني مثلا الجمعية الملكية في بريطانيا، الأكاديمية الوطنية للعلوم في أمريكا، الكوليج دو فرانس في فرنسا، يعني المؤسسات الكبرى في العالم ليس فقط في الغرب بل حتى في باقي العالم هناك بحوث نشرت تعطي كل الاحصائيات الارقام عدد النساء نسبتهن مشاركتهن في الاداره هل يخترن في اللجان الكبرى الى اخره فوجدت مثلا ان في الجمعيه الملكيه البريطانيه فقط 6% من العالمات يعني هذه الجمعيه الملكيه في بريطانيا هي تكريم كبير جدا عندما يكون شخص وصل الى مستوى عالي جدا فتقدم له دعوه لان يكون زميلا فلو هكذا يكون زميلا في الجمعيه الملكيه فقط 6% منهن نساء في فرنسا 8% في امريكا 13% اعلى نسبه كانت في كوبا كوبا كانت 27% من الاعضاء الجمعية الأكاديمية العلمية الكبيرة الوطنية النساء في ماليزيا حتى آتي قليلا إلى العالم العربي والإسلامي أنا نظرت أيضا في ما هو موجود ماليزيا 15% المغرب 10% تركيا 9%، باكستان 8%، فلسطين 7%، ومصر لم تقدم أرقام. يعني بدأ الناس يتساءلون يعني هل هناك فعلاً فروق؟ هل هناك أفضلية للرجال في مجالات العلوم والرياضيات؟ ما الذي تدل عليه الأبحاث لأن علماء النفس وعلماء التربية يقومون بهذه القياسات والـ والـ يعني المقارنات منها مثلا لو تذكرون قبل فترة قبل حوالي سنة أو سنتين كنت عرضت نتائج الاختبارات العالميه في مجالات الرياضيات والعلوم التي تشارك فيها مجموعه من الدول العربيه والاسلاميه من بين حوالي 50 او 60 دوله تشارك كل ثلاث سنوات للتلاميذ او الطلبه في مستويي الابتدائي والثانوي. واشرت حينها ان طبعا بشكل عام دولنا العربيه والاسلاميه متاخره كثيرا عن مستوى او المتوسط العالمي. ولكن الملفت للنظر ان في كل الدول العربيه في العلوم البنات يتفوقن على الذكور ببعيد ببعيد. في حاله واحده التي هي كانت لبنان وفي الرياضيات فقط تفوق البنين على البنات بقليل بقليل. اما في باقي كل الدول وكل القياسات في الرياضيات وفي العلوم في الابتدائي والثانوي البنات افضل من البنين ببعيد. يعني ان هناك شيء يجعل البنات متفوقات ولا يجعل البنين في الأخير يصلون إلى مستويات عليا جدا لكن في المقابل هناك قياسات وهناك اختبارات في علوم علم النفس وغيره تبين مثلا أن من حيث من حيث النظرة إلى الهندسة يعني طبعا من المعروف هكذا في حياتنا اليومية يقال هكذا عادة هي طبعا من هذه يعني الأفكار النمطية هذه يعني ولكن فيها شيء من الصحة إلى حد ما، أن النساء لا يستطعن معرفة الاتجاهات، يعني إذا كنت أنت بتسوق مع زوجتك لا تقول زوجتك تابعي لي الطريق لأنها راح تخطئك الطريق، هكذا المفهوم العام عند المجتمع، وهذا فيه شيء من الصحة لأن عندما نقوم باختبارات نجد أن النساء لديهم قدرة أقل من الرجال في النظر إلى التوزيع الفضائي واحد واثنين اننا اذا عرضنا عليهن اجسام هكذا هندسيه في ثلاثه ابعاد واعطيناهم صوره من جانب او من اخر ونقول لهم ما هذا الجسم الرجال او الذكور يستطيعون معرفه هذا الجسم احسن مما تقوم به الاناث، يعني هناك شيء من الفروق. لكن هل هذه الفروق بسبب تربيه، بسبب تنميه، في خلال المعيشه خلال الطفوله خلال المدرسه ام هي فعلا يعني ذاتيه موجوده حتى حيويا يعني بيولوجيا في دماغنا وفي ممكن حتى جيناتنا هل هناك فروق هل هناك اشياء يعني ممكن ان نصل اليها حتى نعرف ما وجد انه عندما يتم تدريب البنات يعني تدريبهم كيف من المعروف ان الذكور يلعبون كثيرا في الخارج والبنات بشكل عام في العالم يعني يلعبون اكثر في البيت ويقال او على الاقل هناك فرضيه ان اللعب في الخارج هذا الذي يعطي هذه القدره على معرفه الفضاءات والهندسه الى اخره، هذا واحد، اثنين انه فعلا عندما ناتي الى البنات ونقول لهم نريد ان تتدرب تتدربي على هذا لعبة الفيديو الفلانية، معروف ان لعبة العاب الفيديو فيها كثير من الهندسة والحركات والاتجاهات واضرب من هذا واضرب من هنا واجري كذا واعمل هكذا. عندما يتم تدريب البنات على العاب الفيديو نجد انه بعد 10 ساعات من التدريب يكون تكون قدراتهن متساوية مع قدرات الذكور، معنى ان هناك شيء في التربية وفي التدريب. يعني مثلا في الرياضيات، في الرياضيات عندما تم اختبار الرجال والنساء عند سنوات متقدمة، يعني فوق ال 25 سنة. ماذا وجد؟ وجد أن توزيع الكفاءات عند الرجال هو توزيع متسع، يعني هكذا. يعني فيه مجموعة معتبرة من الذين لهم قدرات عالية جدا. وهناك توزيع ايضا لعدد معتبر من الذين لهم قدرات ضعيفه جدا. اما النساء فيكون توزيعهم اقرب الى المتوسط اقل بكثير، يعني لا نجد القدرات العاليه جدا متوفره ولا نجد القدرات الضعيفه جدا. فيعني اذا نظرنا الى هذا واعتبرناه انه نتيجه ثابته وهي ليست بعد لانها هذه قياسات وابحاث ولا يزال لا تزال الدراسات، لكن لو اعتبرناها انها هذه نتيجه يعني متفق عليها خلاص حددها العلم معنى هذا ان الرجال فيهم منهم ذكيين جدا جدا ولكن فيهم منهم اغبياء جدا جدا اكثر من النساء الان هل هناك فروق عقليه يعني هل هناك فروق حتى في الدماغ من المعروف طبعا ان دماغ الرجل اكبر واثقل من دماغ المراه لكن هذا بسبب اجسام الرجال واجسام النساء، هذا لا يدل على ان هناك قدرات عقليه اكبر، لان القدرات العقليه ليست بالوزن انما هي بعدد الروابط واين تتم الروابط بين الاعصاب داخل الدماغ، هذا الذي يعطي قدرات اكثر لمعالجه المعلومات ولتخزين المعلومات واسترجاع المعلومات، ما نسميه بشكل عام الذكاء. ماذا وجد؟ وجد ان أولا 10% فقط من هذه الروابط تتم خلال الحمل، يعني المولود عندما يولد فقط 10% من هذه الروابط تم وضعها أو الوصول إليها أو تحقيقها في الدماغ خلال عملية الحمل، و 90% منها إنما تتم خلال التربية. وخلال التربية وخلال النمو هذا ما الذي يحدث؟ يحدث أن التجربة الحياتية والتجربة التربوية تؤثر على الدماغ، يعني مثلا معروف أن الأشخاص الذين مثلا يلعبون بيانو مثلا أو لديهم نشاط مركز وعالي جدا في مجال معين الذي يحتاج إلى تطوير قدرات معينة سواء كانت قدرات جسمانية أو قدرات عقلية يتم فعلا تطوير هذه القدرات لأن هذا من باب التدريب يعني مثل الأجسام مثل العضلات تدربها أكثر تصير قادرة أكثر وبالتالي من الواضح أن التدريب هذا يؤدي إلى رفع في القدرات في مجالات معينة وبالتالي إذا كانت تربيتنا للأطفال البنات والبنين مختلفة إذا كنا مثلا ندربهم أكثر في الرياضة، ندربهم على بعض العمليات الرياضية المعينة أو عمليات ذكائية أو تربوية أو حتى لغوية أدبية، قصائد مثلا إلى آخره، فهذا سيؤدي إلى يعني علاقات أو روابط مختلفة داخل الدماغ. هذا واحد. اثنين أنه عندما نظر إلى تطور الأطفال من سن ستة شهور إلى سنتين إلى ست سنوات إلى عشر سنوات إلى اثنا عشر سنة ماذا وجد؟ وجد أنه في الأول لا يوجد أي فروق في قدرات الأطفال هؤلاء الصغار جدا. خلال سنة سنتين إلى بضعة سنوات ليست هناك فروق لا من الناحية الرياضية من حيث الأجسام من حيث الأعداد من حيث الأشكال الأخري لا توجد فروقات وإنما الغريب أن عندما تبدأ القدرة, القدرة اللغوية في التطور عند الأطفال نجد أن البنات تفوقنا يتفوقنا إلى أن يصلن إلى سن المراهقة طبعاً تقريبا لكن من سن المراهقة إلى سن البلوغ إلى سن يعني الكبر صار الإنسان مثلا فوق العشرين خمسة وعشرين الآن يتساوى الذكور مع البنات حتى في القدرات اللغوية يعني هناك تطورات مختلفة ولكن في الأخير نجد أن هناك تساوي عموما بين هؤلاء وهؤلاء في كل هذه المجالات سواء كانت المجالات الرياضيه او كانت في المجالات اللغويه الى اخره وهناك ايضا عامل مجتمعي كما ذكرت انه مثلا في بلداننا العربيه والاسلاميه نجد تجد في الاختبارات ان البنات تفوقنا على البنين في تقريبا كل المجالات الى ان يصلنا الى سن المراهقه وان يدخل يدخلوا كلهم ويدخلنا الى الجامعه عندما يدخلوا الجامعه يبدا الان تبدا الامور تختلف وتصير معقده اكثر لكن في مجتمعاتنا الغريب انه لسبب ما البنات تفوقنا كثيرا على على البنين لكن في الدول الغربيه العكس يحصل ان تجد ان البنين يتفوقون قليلا عن على البنات في نفس الاختبارات في نفس المجالات في الرياضيات وفي العلوم وفي القراءه والكتابه وغير ذلك هناك عامل اخر مهم جدا كشفت عنه الدراسات وهو عامل الهرمونات اه الهرمونات من المؤكد الان واضح سواء من خلال التجارب او الدراسات على الحيوانات او على البشر انها تؤثر على السلوك وعلى النشاط للذكر وللانثى، بمعنى بمعنى ان حتى الجنين حتى خلال الحمل الهرمونات التي يتغذى بها سواء كانت مثلا تستوستيرون اللي هو هرمون الذكوره ممكن نسميه او الاستروجين الذي هو هرمون الانوثه. كميته وكيفيه تغذيه الجنين بهذه الهرمونات هو الذي يؤدي الى تغيرات في طبعا الجنس نفسه يعني في الاعضاء الجنسيه وفي الجهاز الجنسي. وايضا في السلوك في السلوك يعني شخص مثلا عنده رغبه عنده اراده جنسيه معينه تجاه اشخاص اخرين حتى في عمليات المثليه بدا يتضح ان ربما هذا هو العامل الاكثر يعني مساله المثليه هذه معقده جدا ربما يوم الايام نتناولها ولكن يبدو ان احد العوامل الرئيسيه هو هذه المساله الهرمونيه التي يتغذى بها الجنين ويتغذى بها الـ الـ الانسان حتى بنفسه، يعني لان العقل او الدماغ هو الذي يعطي اوامر ب انتاج واطلاق هرمونات معينه، ولكن هذه الهرمونات ايضا تعود الى الدماغ وتؤثر عليه او تجعله يسلك او يتخذ قرارات او ارادات مثل ما قلنا مثلا الاراده الجنسيه او الرغبه او غير ذلك. الآن السؤال الكبير الذي يطرحه العلماء علماء الأحياء وعلماء النفس هل هذه الهرمونات تؤدي إلى فروق ليس فقط في الجوانب الجنسية سواء كان الجسم أو الأعضاء الجنسية أو السلوك الجنسي هل تؤدي أيضا إلى فروقات في مجالات أخرى مثلا مجالات العاطفة مجالات يعني العقلنة مجالات المنطق مجالات القدرات قدرات مثلا الريادة إلى آخره هل هذه الهرمونات يمكن أن تفسر لحد الآن لا لا جواب على هذا، لا يعرف الناس هل هذه الهرمونات يمكن فعلا أن تفسر هذه الفروق التي توجد من حين آخر في جوانب معينة وفي مجتمعات معينة وفي أفراد سواء كانوا رجال أو نساء، لذلك تجد أحيانا رجال لديهم سلوك يعني شوية مختلف، تلاقي نساء لديهن سلوك شوية مختلف في مجالات معينة، هل الهرمونات هي تفسير كل هذا؟ يبدو أن الهرمونات عامل أساسي وهم في هذه المجالات لكن هل هي السبب والتفسير الكامل لهذا غير معروف خلاصة القول أن الفروقات هذه التي نلاحظها سواء في الحياة الاجتماعية أو في الحياة الدراسية أو الأكاديمية أو حتى في السلوك سلوك الذكور والإناث هذه من الواضح أن فيها عوامل متعددة منها عوامل ربما جسمانية ربما عوامل هرمونيه ربما عوامل حتى جينيه اثبت ان بعض الجينات ان اعتقد في احدى القراءات التي مرت علي ان 30% من الجينات يت... هناك تاثير عليها من جانب الجنس يعني اذا اذا انا مثلا رجل وامراه ولدينا نفس الجين ولكن عمل الجين عند هذه المراه وعمل الجين عندي هذا يكون مختلفا بسبب الجنس الذي احمله او تحمله هذه المراه المهم هناك عوامل عديدة جدا إضافة طبعا إلى العوامل الاجتماعية والثقافية أننا مثلا عندما نقول للأطفال أنت عمل هذا أنت هذا ليس لك أنت ولد أنت بنت لا خليك لا يا ولد أنت ليش تعمل هكذا هذا شغل بنات إلى آخره هناك ربما أحيانا حتى في المدرسة يعني هكذا تفرقة أو تمييز أو توجيه يا ولد افعل كذا أنت موجه لهذا الـ لهذا الغرض أو أنت مصيرك أن تكون قائدا أو تكون رجلا يعني أنت الأساس أو أنت المسؤول في البيت أو في المجتمع أو غيره يعني هناك عوامل عديدة ممكن تفسر هذه الفروقات ولكن يجب أن نكون منصفين دائما ونكون عادلين تجاه الأطفال وتجاه البالغين رجال ونساء ولا نحكم عليهم فقط لأنهم رجال أو نساء شكرا لكم على المتابعه دائما فعلوا جرس التنبيه هذا حتى تاتيكم كل الاشارات عندما ننزل اي حلقه جديده وانشروا هذه الحلقات لدى اصدقائكم ومعارفكم السلام عليكم